السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل متابعيني حول العالم. دائما يا اخوان احنا بنطلعكم على الجديد. اليوم بدنا نعرفكم على أصلة. أصلة هي باعتبار اليوم بدنا نعرفكم على أفعى من النوع اللي ما بكبر، اللي هي مثل الأصلة الشبكية، نفس النوع ونفس الألوان. هكيد في عنا أصلة شبكية أطول نوع في العالم، وفي عنا أصلة شبكية اللي هي أصغر نوع ما بتكبر. طبعا هاي يعني الطب تبعها من مترين ونص لثلاثة متر ما بتطول. هي تقريبا هسه فيها هاي ثلاثة متر، يعني شوف فيها تقريبا مترين ونص، شايفين؟ هاي الأصلة شبكية بس من النوع القزم اللي ما بتكبر. لفت على رجلي محمد، استنى شوي، استنى استنى، خليها خليها. وفي عنا استنى، لفت على رجلي، فكها زي ما قلت لكم كمان مرة، أنا بدي أسهل لكم الأمور. في عنا أصلة الشبكية الآسيوية أطول نوع بالعالم، وفي عندك الأصلة الشبكية سوبر دورف اسمها، هاي أصغر شبكية بالعالم، يعني الحد الأقصى لطولها من مترين ونص لثلاثة متر فقط. هاي طولها مترين ونص، ما بتكبر أكثر من هيك، خلص هذا الطول الطبيعي تبعها. طبعا هاي زي ما قلت لكم، شوفوا هي شبكية شبكية سبحان الله، نفس الاشي لكن من النوع ايش اللي بكبرش، زي مثلا الاناكوندا الخضراء، اضخم افعى بالضخامة بالعالم. وفي عنا الاناكوندا بيحكولها الصفرة، شايفين الاناكوندا الصفرة يعني طولها بوصل مترين مترين ونص، ممكن يوصل الطب تبعها لتلات، لكن انا عندي اكتر اشي وصلت لمترين. اناكوندا ما بتكبر اكثر من هيك، غلبتك شد عادي خليها تلعب. فهاي اصلا شوفوا كيف، يعني راسها صغير، شبكية مية المية، لكن من النوع اللي ما بكبر. سبحان الله، اشي يعني اصلا شبكية نوعها بكبر، اصلا شبكية هاي الها نوع بكبرش، نفس الاشي ونفس اللون ونفس الراس والعينين، هي نفسها نفسها نفسها، لكن في منهم نوع بكبر ونوع لا. مثل الاناكوندا الخضراء والاناكوندا الصفراء، الاناكوندا الخضراء بتكبر، الاناكوندا الصفراء ما بتكبر كثير. طبعا هاي من الافاعي الجميله جدا، تشربوا الحليب يا محمد. شوفوا ما اجمل الوانها، يعني هاي فيها 3 متر بالراحة نقول. جميلة جميلة جدا. هاي اقصى حد لطولها هيك، هاي ما بتطول اكثر من هيك خالص.
معه كليمنتا كليل. طبعا هاي الحية هادية جدا جدا ما بتعوض. ولكن طبعا ما بنخلي اي حدا من الاولاد يقرب عليها، لكن احنا بنعرف الافعى منيح. طبعا بامكانك اخذ الافعى هاي معك نصها زيها زي الكلب. تركزها هيك مثلا على اشي عالي. الحديدة زي هيك بتحطها بعد شوي عشان تحطها على اشي زي هيك عالي وبتتسلق معها. سهلة بسيطة. ايش ابو العبيد؟ صلي. استنى شوي. تخافش ابو العبيد، خاف تعال جنبي. والله لا تخاف ده زورة. صور 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 تخافش ابو العبيد. صور. خلص بسرعة. استنى استنى تخافش. طلع الكاميرا. صورت؟ خلاص. من هالكبرس يا زلمه تكرسش يا ابو العبد. من هالكبر هذا هاي مجرد هيك ابو العبد. تكرسش يا عم ابو العبد. معقول؟ والله ما بس ولا عمرك هاي لسه صغيره ولا شيء. في اكبر منها كان محلى على حلو. هاي لا هيك بس منظر. طبعا جارنا ابو العبد الميمي عمره 78 سنة، يمكن أول مرة في حياته بشوف الحية. بمر كان رايح على الجامع صورته مع الحية.